انتقلوا للمشهد الموالي واللي كيجمع ما بين أنتيغون ولا نوغيث إسمين. فهذا مشهد صغير بحيث أن إسمين غادي يدخل، وفي هذه الساعة أنتيغون دوموند على نوغيث دو لي ليسي، فطلبت من لا نوغيث أنها تخليهم بعضياتهم بجوج. وقبل ما تخرج لا نوغيث، أنتيغون طلبت منها تجيب ليها القهوة. فرد الفعل ديال لا نوغيث من بعد ما طمأنتها أنتيغون وقالت ليها راني غير كنت كنضحك معاك، غتنسى دغيا وغتقولها انا حمقى ما جبتلكش القهوة. فغيبان لينا ان لا نوغيث هو ان بيرسون نايف، واحد الشخصية اللي بريئة سادجة اي طوندغ، ولكن في نفس الوقت حنونة بزاف، لان كتعتبر راسها هي المسؤولة على أنتيغون وإسمين، وكتلعب الدور ديال لا سوبستيتيسيون، يعني ديال التعويض ديال الام اللي جوكاست اللي ماتت. Il remplace la place de leur mère Jocaste. كتعوض المكان ديال الام ديالهم جوكاست. المشهد الثاني اللي غادي يجمع ما بين أنتيغون وإسمين كيتراوح ما بين لي باج 22 و 31، والمضمون ديالو هو ان dans une conversation sérieuse، فواحد الحوار اللي جدي اللي كيجمع ما بين أنتيغون وإسمين، أنتيغون déclare son intention d'enterrer son frère. فهنا خبرتها ولا علنات على النية ديالها انها غادي تدفن الاخ ديالها إسمين، لا سور اني إسمين الاخت الكبيرة. اسي فانمون دو لا ديشيادي كتحاول ولكن بدون جدوى انها تقنعها تراجع على القرار ديالها، ولا ديشيادي هي يعني تقلب لها التفكير ديالها، هي كانت ناوية تدفن كتحاول انها تخليها ما تدفنش الاخ ديالها. فبما ان عندنا لاكسيون دو ديشيادي يعني انها كتحاول تقنع اختها، فغادي نفهمو انه في هذا الحوار غادي يكونوا عندنا حجج. نقدروا نقولوا ان التوناليتي اللي غالبه في هذا السين غتكون بوليميك، حيت كاينه محاولات الاقناع. ما نقدروش نقولوا ان تاكس ارغيمونتاتيف، هذا المشهد هذا يعني من الباج 22 حتى ل 31 هو ان تاكس ارغيمونتاتيف، حيت عندنا ان ديالوغ. فقلت لكم هذا المشهد غادي يكون غالب عليه الحجج. اذا نتوما ملي تكونوا كتقراو هاد لاسين اللي كتجمع ما بين أنتيغون وإسمين، حاولوا تركزوا على الحجج، لانها بيان سور الا تحط هذا في الامتحان فغادي يطلبوا منكم تخرجوا الجمل. نقدم لكم بعض الحجج من النص. اذا إسمين يوتيليز دي زارغيمون بور كونفانكر سا سور دو ليسي طومبي سون بروجي. إسمين غتعتمد حجج باش انها تحاول تقنع اختها تراجع ولا تخلى على المشروع ديالها، واللي هو دائما المشروع ديال الدفن ديال خوها. فنقدم لكم بعض الحجج من النص واللي قسمتهم لمجموعتين. اولا ارغيمون غولاتيف افيك لينيس اي لا ساجيس. فدائما في هذا المشهد إسمين كتذكرها كتقول ليها انا اكبر منك، انا كنفكر جو ريفليشي بلو كو توا، انا كنفكر اكثر منك، جي ريزون بلو سوفون كو توا، انا دائما عندي الصح مقارنه معك، انا دائما ملي كنا صغار انت دائما كديري لي بيتيز، انا كنكون كنفكر احسن منك. فبيان سور أنتيغون ما غتسوقش لهاد الانواع ديال لي زارغيمو لانها توالفات، كتقول ليها انت دائما اللي عندك الصح. فمنين شافت أنتيغون ما غاديش تراجع، بدات كتقدم ليها دوتغو زارغيمو واللي هما غولاتيف افيك لا بور. فمثلا كتقول ليها tu sais je ne suis pas courageuse، كتعرفي انا ماشي شجاعه، il est le roi، كتحاول تخلعها كتقول لها كريون راه هو الملك، il ne ferait mourir، غادي يقتلنا. هنا كتحاول انها persuader يعني تاثر عليها باش تقتنع. فمن بعد هاد لي زارغيمو هادو لا رياكسيون ديال أنتيغون اي توجور فيرم اي اونتيتي، دائما هي متشبته يعني حازمه في القرار ديالها، و أنتيتي يعني عنيده متشبته بداكشي اللي كتفكر فيه. وايضا كنشوفوها في هاد لاسين الي اون كولير، لان بحال اللي عصبتها إسمين من بداك الطريقه وداك لي زارغيمو اللي كتقدم. فنصيحه اللي غادي نعاودها هي باش يكون التحضير ديالكم جيد للامتحان، خصكم تقراو النص وفي نفس الوقت تحاولوا تخرجوا الحجاج، سواء مع أنتيغون وإسمين ولا ما بين لو فاس فاس اللي كاين اونتر كريون اي أنتيغون، لان هنا فين كاين لا بوليميك بزاف.